كما أشرف والي ولاية الطرف على انطلاق القافلة التضامنية الثانية في ظرف أسبوع موجهة لمنطقة ظل لفائدة أزيد من 3000 عائلة موزعة على 20 بلدية، حيث تضم إعانات لمختلف المواد الغذائية تحسبا لشهر رمضان الكريم. محمد بن كموخ بعث لنا بالتالي. انطلاقة بالنسبة للقافلة الثانية الخاصة بمناطق الظل والمشات النائية. إذن اليوم رايح القافلة هذه تضم هذه القافلة رايحة تمس 20 بلدية ب 126 مشتى ومنطقة ظل، فيها حوالي 3000، لا أقول حوالي ولكن أقول 3300 قفة موجهة للعائلات المعوزة بهذه المناطق.